مواتي السود في جمعية الصلاة الكمية المطرحة أن التقية بكلنا وبكم هذه التقية التي تتمي الآن مشروع تحسين تنتيجية الإسلامية في مؤسسة الحكم المحلي بإقليم مولاي عقوب ومقاطعتي جنجة والمرينية. هذا اللقاء افتتاحي وتقديمي للمشروع سيكون برنامجه على شكل تالي. بعد كلمة رئيس الجمعية سيتم تقديم قضية مؤثرة للمشروع، ثم بعد ذلك المرور بتقديم بطاقة تقنية حول المشروع، ثم ورقة تقديمية حول التشخيص التشاركي الذي سيكون إحدى أنشطة هذا المشروع. إذن في البداية الكلمة للأستاذ أحمد البغدادي رئيس جمعية المسارات الإنسانية والمواطنة لتفضل المشروع. بسم الله جمعية المسارات التنمية والمواطنة، نرحب بكم في هذا اللقاء الافتتاحي الخاص بمشروع تحسين التمثيلية النسائية في مؤسسات الحكامة المحلية المتعاقد عليه مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، والذي يهتف بقيادته كفاعلين مدنيين تستميل مشاركة المرأة في تدبير الشأن العمومي وتمكينها من الأليات القانونية السياسية والترقابية لتفعيل مشاركتها السياسية سواء كقوة ناخبة أو كمتحملة للمسؤولية داخل المؤسسات السياسية والهيئات المنتخبة، وذلك من أجل تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية ونبت جميع أشكال التمييز ضد النساء كيفما كان مرضها جنسي، ثقافي، سياسي، عرقي أو ديني. إن التفاوت في الفرص بين الجنسين يمثل تحديا تنمويا في حد ذاته بما يتضمنه من عوائق تعترض إدماج مساهمة النساء الكاملة في التنمية وما يترتب عن ذلك سواء بالنسبة إلى النساء أنفسهن أو بالنسبة إلى المجتمع ككل، إلا أن ملاحظة هذا التفاوت أو الاعتراف به لا يكفيان، بل يجب تحليله وتحديد أسبابه مهما كان مستواها، ثم رسم استراتيجية قادرة على تحقيق التجاوز بما يسمح بتثمين الإمكان البشري في التنمية واستغلال الطاقات الكاملة فيه دون التمييز في المواقع والأدوار والسلط ضمن مقاربة ترابية مندمجة تستهدف العدالة والتكافؤ الاجتماعي والاقتصادي. ويستهدف موضوع المشاركة السياسية للنساء عموما إعادة الاعتبار لفاعلة المحليات وتثمين مؤهلاتهن وكفاءاتهن وفسح المجال أمامهن للتعلم الجماعي للديمقراطية بأفق تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة، بتعبير تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة بناء جهوية ديمقراطية الجوهر، خاصة ما يتعلق بتشجيع المشاركة النسائية السياسية والمدنية وفق مقاربة النوع، وإضافة إلى تنزيل الدستور تنزيلا ديمقراطيا يتعين تفعيل المقترحات المتضمنة في تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة الهادفة عموما إلى بناء جهوية ديمقراطية الجوهر وتأسيس لا مركزية حقيقية، خاصة ما يتعلق بتشجيع المشاركة النسائية
وفق مقاربة النوع، وذلك أولا الإدماج الممنهج لمقاربة النوع في السياسة العمومية والاستراتيجية على المستوى الجهوي تصورا وتفعيلا ومتابعة وتقييما. ثانيا أخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار عند وضع الميزانيات على صعيد الجهة والعمالة والأقاليم تبعا للتجربة الجارية على الصعيد الوطني والجماعي. ثالثا إحداث لجنة استشارية لإنصاف النوع في كل مجلس جهوي تضم شخصيات تبقى من الجنسين، ويكون بوسع هذه اللجنة لدى المجلس أن تعالج من تلقاء نفسها كل مسألة من اختصاصها بغية النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء. رابعا تشجيع الدولة للأحزاب السياسية والجمعيات ودعم شهودها الهادفة إلى تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي ضمن هياكل الجهوية وفي العمل السياسي والمدني بشكل عام، وإلى تمكينهن وتقوية قدراتهن وكذا تحفيزهن لتحمل المسؤوليات الانتخابية والتدبيرية. شكرا على حسن التتبع. سأستطيع يمين في تقديم بطاقة تحمية عن المشروع اللي تقدم. شكرا. مساء الخير. أهلا مرحبا بكم مرحبا مع المشروع اللي كان عطاتنا هناك وسطاء من أجل تقديم واحد الإضافة، وهذه الإضافة كنعتبروا أنها انبعت في الأساس من مبادئ أو من الثوابت ديال الجمعية كما ذكرها السيد رئيس الحكومة. إذا بالنسبة قبل ما نبدا غادي نعطي واحد التعريف بسيط على جمعية مسارات التنمية والمواطنة. طبعا هي جمعية مواطنة تأسست 2009 وكتشتغل على مجموعة ديال 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 المبادئ طبعا اللي كتمتاح أو كتاخذ الركائز ديالها من الثوابت أو القيم أو المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، ثم كذلك من المقتضيات الوطنية وكذلك المرجعية اللي كتعمل بها الجمعية. وفي هذا الإطار هذا كيندرج هذا المشروع لأنه بالفعل كيعكس ثوابت أو الهياكل المؤسسة للقناعات ديال الجمعية. طبعا الجمعية كتشتغل كذلك بين الأهداف اللي كتطمح لها ديال المساهمة في ترسيخ قيم المواطنة والتسامح وثقافة حقوق الإنسان، دعم المجهود التنموي بالأقاليم والجهات على مستوى القرب. وفي هذا الإطار هذا كنشتغلوا بشكل دائم مع مجموعة ديال الجمعيات اللي كتقاطعوا معها بفلوس المرجعية وفلوس الأهداف. كذلك من بين الأهداف ديال الجمعية مساعدة في مجهودات مخالفة الهجرة والإقصاء الاجتماعي. وفي هذا الإطار هذا كاين الجمعية تواجد مجموعة ديال المشاريع التنموية اللي كتعتمد كما قلت على القرب على الدعم ديال الكفاءات وتقوية الإمكانيات والقدرات. طبعا الآليات ديال العمل هي كاين أولا التدبير التشاركي، التكامل والتقاسم باعتبار أن كما قلت أن ما إلا إضافة لواحد المجتمع مدني ديناميك متحرك فيه تراكمات كبيرة، ونعتبروا نفسنا جهوداتنا هي إضافة لهذه الجهودات اللي كاينة. إذا بالنسبة للمشروع اللي عندنا اليوم، لماذا تحسين التمثيل؟ أولا لأنه كما قلت في السابق لأنه احنا مقبلين على واحد المحطة اللي كتهزم علينا بالأساس، لأنه يمكن النساء من آليات العمل فعليا في الميدان. قلنا بأنه المشروع هو أساسا من أجل مناصفة حقيقية ماشي كمنحة ولكن كحق فيه كتثبت فيه المرأة وهذا تبتسم إلى مجموعة من التجارب على كفاءتها وعلى قدراتها في مزيد بنية بشرية حقيقية تعتمد على العنصر البشري وعلى المشاركة وكتعكس، وهذا هو المشكل اللي عندنا في المغرب، الحجم الديموغرافي للمرأة في البنية الديموغرافية للمجتمع المغربي اللي احنا مازال بعاد عليها كل البعد عن النساء. إذا بالنسبة الأهداف ديال المشروع كذلك من الأهداف اللي مطروحه هي المصالحة مع الشأن المحلي باعتبار أنه قراءة بسيطة في واقع المشاركة الكبير بأنه كبير، وكنعتقد بأنه
ممكن هذا المشروع يكون مساهم وداعم كذلك للمصالح العشاق المحلي ترسيخ ثقافة المساواة بمحتضرات الدستور الجديد والذي كانت وردت قبل تعزيز دور النساء في المجالس المنتخبة. وكنعتقد بأنه هذه مسألة حيوية وجد أساسية. المكونات ديال المشروع، أولا المشروع كيعتمد بالأساس على دورات تكوينية من أجل رفع القدرات ديال النساء فيما يخص إدارة الشأن المحلي، فيما يخص إدارة الحملات الانتخابية، وهذا التكوين طبعا غادي يكون فيها الشق النظري يعتمد بالأساس على القواعد وعلى منظومة القوانين المؤسسة والمهم إلى ممارسة الشأن المحلي، وثم كذلك ميكانيزمات العمل ميدانيا بالنسبة للنساء اللواتي يرغبن في دخول مقبار ديال 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 سميتو العمل العمل الجماعي. هي الإخوان الأخوات بداية نقول واحد الحل أن تشخيص تشاركي طارق ديال المشروع المجمع تنفيذه مع جمعية مسارات هو ليس هدفه هو البحث العلمي وفقط، لأن ليس التشخيص وغير التحديدات هو طبعا حتى تخلو ثلاث لحظات أساسية. اللحظة الأولى هي لحظة تشاركية، يعني عملية بناء ديال الأفكار، بناء ديال المقترحات، بناء ديال 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 البيست ديال الطرق اللي ممكن نساهموا بها حل ديال المشاكل ديال العراقيل كاملين، يعني هو كامل هو ديغنوستيك تشخيص ماشي بالمعنى البحثي الاكاديمي ناس غايجيو يديروا بحث فقط، لا تنبنيوه كامل اونسون مع النساء يعني في اليوميه ديالهم في الكوتيديان ديالهم داخل مؤسسات. دونك هذه اللحظه الاولى. اللحظه الثانيه هي لحظه ديال الاتصال ديال الباطاج ديال المعلومات مع كافه الهيئات وكافه المؤسسات المحليه. واللحظه الثالثه بطبيعه الحال هي لحظه ديال جمع معطيات محيله حول واقع المشاركه السياسيه في المناطق اللي بطبيعه الحال حددها المشروع كمناطق مستهدفه وهي منطقه ولي يعقوب، مناطق ديال جنوب ومنطقه ديال المالينيه. لماذا اساس المناطق؟ سي صفا بطبيعه الحال طرح اليوم، ولكن بطبيعه الحال لا يفوت بطبيعه الحال الشيء على ان هذه المناطق بالخصوص لا المنطقه ديال ولي يعقوب تتعرض على حراك سياسي مؤخرا سيرتو في الاونه الاخيره، وحنا كاملين متبعين الاحداث، ولكن العنصر النسائي عنصر مهمش داخل الحراك. وواقع المشاركه في ذلك ان بحال انتجوا اختاروا هذه الهضره هذه اختاروها عمليا داخل المؤسسات السياسيه، داخل الاحزاب السياسيه، داخل اللجان، داخل الجماعات المحليه، تلقاو حضور شكلي باهت. بمعنى لا زالت المقاربه هي مقاربه ديال التاسيس ديال الفضاء المؤسسات السياسيه وليس مقاربه في حديد النجاح والفعاليه. هذا العنصر الاول. العنصر الثاني هو الواقع بحال الهش اللي بطبيعه الحال حتى تنعرفوا واحد النسبه متابعه ديال الفقر ديال التهميش خصوصا في مجال مرحله الصحه. هاد ثلاثه ملاحظات بطبيعه الحال هما اللي خلونا نبنيو شنو فرضيات. هما شنو فرضيات؟ هما ماشي فرضيات بطبيعه الحال معزوله على باقي السياقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه اللي داخل فيها المغرب، بل هي في وسط لا ديناميك اللي جات من بعد ما يسمى بهزات او الثوره ديال 2011 بطبيعه الحال اللي عطاتنا واحد تنامي كبير في وسط المجتمع على المطلب ديال الحريه والمطلب ديال المشاركه الفعاله ديال المجتمع. بطبيعه الحال تطورات من خلال نقولوا ديال الدستور 12 13 14 15 واللي تيفسح بشكل كبير سي لا بروميير فوا في تاريخ المغرب سي لا بروميير فوا تدص عمليه المشاركه تدص بمعنى تصبح مدصره. يعني 12 13 14 يكون حق المواطنين لا في تقديم العرائض ولا في كذا ولا تيجي تيقول واحد المراحل يعني حق المواطنين والمواطنات المشاركه السياسه العموميه خلال المراحل الاربعه الاعداد التنفيذ التنزيل التنفيذ عفوا والتفعيل. ثم كاين الاعداد التنفيذ التقييم والتفعيل.